السلام عليكم يا دكاترة، معاكم الزميل يوسف ماجد في الرابعة. بإذن الله هنشرح مع بعض دلوقتي محاضرة البالانس اند كوردينيشن في مكرر سيربيوتك اكزرسايز 1. قبل ما نقول يعني ايه بالانس كوردينيشن، فهو احنا محتاجين نتعرف على شوية تعريفات كده. أول واحد فيهم هو البيز اوف سبورت. بيز اوف سبورت ده هو ديفايند از areas within the perimeter of the contact surface between the feet and the support surface. يعني ايه الكلام ده؟ يعني هو المسافة المحصورة لما يكون الاتنين lower limb أو الاتنين فوت على الجراوند. فالبيز اوف سبورت بيتمثل المسافة المحصورة ما بين الاتنين فوت، المسافة اللي ما بين الاتنين فوت، تمام؟ فهو البريمتر اوف ذا كونتاكت سيرفيس اللي هو المسافة المحصورة ما بين الفيت والسبورت سيرفيس اللي هو الجراوند اللي أنا واقف عليها، تمام؟ فهو بتمثل المنطقة الخضراء اللي ما بين الفوت دي، تمام؟ تاني تعريف عندنا هو center of mass. يعني ايه center of mass؟ center of mass هو بيكون نقطة بتكون موجودة في أي جسم أيا كان، مش احنا بس. يعني مثلا عندنا الدايرة ديت فيها center of mass في النقطة ديت، والمثلث ده center of mass، السلندر ده center of mass، وهكذا، تمام؟ طب ايه اللي بيميز center of mass؟ يعني ايه center of mass أساسا؟ يعني لو أنا جيت خدت خط مستقيم في النقطة ديت كده، وقسمت الجسم ده لنصين، تمام، عند النقطة بتاعة السنتر اوف ماس، هلاقي ان الماس فوق النقطة ديت وتحت النقطة ديت بالظبط زي بعض. يعني مثلا هنقول ان الجسم ده 10 كيلو، تمام، فهنلاقي ان الجزء من فوق الخط من هنا 5 كيلو، والجزء اللي من تحت 5 كيلو، تمام. فالسنتر اوف ماس هو النقطة اللي بيكون فوقيها ماس قد اللي تحتها بالظبط، تمام. النقطة ديت بتكون موجودة في الفقرة S2 في الإنسان، أو 55% تقريبا من الهايت بتاعنا، تمام. النقطة ديت بتكون موجودة عند S2. وبرضو معلومة إضافية، إن center of mass هو يعتبر center of gravity، ولكن الفرق ما بينهم إن center of mass هو center of total body mass، لكن center of gravity هو center of total body weight، لان السنتر اوف جرافيتي بيتاثر بالجرافيتي، تمام. فلو انا قلت سنتر اوف ماس هو السنتر اوف جرافيتي، لان الفرق ما بينهم مش من هنا، تمام. بعد ما عرفنا يعني ايه سنتر اوف ماس والبيز اوف سبورت والسنتر اوف جرافيتي، دلوقتي نقدر نعرف البالانس. البالانس هو بسهوله هو قدرتي ان انا احاول اخلي السنتر اوف ماس بتاع الجسم في حدود البيز اوف سبورت. يعني هتفهموا الكلام ده في الصورة ديت أحسن. هو عندنا center of gravity اهوت زي ما قلنا عند S2، تمام. هو موجود في حدود ال base of support اهوت، الاتنين في نفس اللاين، تمام. لكن بقى لو حصل أي alteration أو أي تغيير في center of gravity نتيجة يعني shifting of weight، لو حد ميل لقدام او امبيوتي او اي حاجه، يعني نتيجه ان يحصل فيه شيفتنج في السنتر اوف جرافيتي خارج البيز اوف سبورت، فده هيخلي الجسم في حاله امبالانس. وده بسبب ان السنتر اوف جرافيتي طلع خارج البيز اوف سبورت، والشخص ده ممكن يقع، تمام. طب هو ايه الفانكشن بتاع البالانس؟ اول حاجه بالانس سيستم allows human to see clearly while moving. طبعا علشان نقدر نشوف كويس قدامنا، فهو احنا محتاجين الجسم بتاعنا يكون متزن. يعني مثلا عندنا يعني على سبيل المثال، ليه حد سكران بيقعد يمشي بيتطوح كده؟ بسبب ان البالانس بسبب ان الكحول يعني او الايثانول بيعمل تغييرات في السيربيلوم، وبسبب ده مش بيقدر يحافظ على البالانس بتاعه، فما بيقدرش يشوف، تمام. تاني حاجة عندنا هي الـ Identify Orientation with respect to gravity. يعني مثلا في حد زقني، ازاي بعرف ان انا هقع واحاول ان انا اظبط جسمي تاني؟ عن طريق الـ Balance، عن طريق ان هو بيساعدني ان انا اعمل Orientation لجسمي قدام الـ Gravity. يعني مثلا انا عارف ان انا ممكن اقع، انا عارف ان انا الجسم بتاعي Balanced بشكل كويس. تالت فانكشن للبالانس او البالانس سيستم هو ديترمين دايركشن اند سبيد اوف موفمنت. يعني ايه؟ يعني مثلا لو انا غمضت عيني وقلت لواحد صاحبي، او واحد صاحبي جه من ورايا وانا مش شايف نهائيا، وبدأ يحرك دراعي، فطبيعي ان انا هعرف
هو بيحرك دراعي في انهي اتجاه، وهل بيحركه جامد ولا خفيف. ده بسبب ايه؟ ده بسبب ان بيكون موجود ميكانو ريسبتورز في الارم، بتخليني احس بالدايركشن والسبيد اوف موفمنت، والميكانو ريسبتورز ديت تبع البالانس سيستم. اخر حاجه وهو ميك اوتوماتيك بوستشرال ادجستمنتس تو مينتين بوستشر اند ستابيليتي ان فيريس كونديشنز اند اكتيفيتيز. يعني مثلا زي ما كنا لسه بنقول ان هو بيدنتيفاي الاورينتيشن ويز ريسبكت تو جرافيتي. يعني مثلا حد جه زقني من ورايا، فطبيعي انا مش هسيب نفسي اقع، هيحاول ان انا احاول اظبط جسمي تاني بحيث ان انا ما اقعش. فهو بيعمل اوتوماتيك بوستشرال ادجستمنتس علشان امنتين البوستشر بتاعتي. تمام، ده هو الفانكشن بتاع البالانس. يبقى اول حاجه تاني، البالانس سيستم allows humans to see clearly while moving علشان ما اكونش ماشي بيتطوح. تاني حاجه، identify orientation with respect to gravity و make automatic postural adjustments علشان لو مثلا حد جه زقني اعرف ان انا اظبط جسمي تاني وما اقعش. تالت حاجه، determine direction and speed of movement، ان انا اكون عارف حتى لو انا مش شايف بيكون جسمي بيتحرك ازاي. تمام، طب علشان اقدر احقق البالانس ده المفروض يكون عندي اتنين سيستمز يكونوا شغالين بطريقه كويسه علشان اقدر احقق البالانس. اول واحد فيهم هو البرسبشن. البرسبشن هو عباره عن انتجريشن اوف سنسوري انفورميشن تو اسس ذا بوزيشن اند موشن اوف ذا بادي ان سبيس. زي ما كنا قلنا في السلايد ديت، ان علشان اقدر اعمل ديترمين ان البالانس بيخليني اقدر اعمل ديترمينج للدايركشن والسبيد اوف موفمنت. فعلشان اقدر احقق البالانس، انا عندي سنسوري انفورميشن بتيجي من الفيجوال انبوت. الفيجوال انبوت اللي انا بكون شايفه، يعني مثلا شايف دراعي قدامي. تمام، ده نوع من سنسوري انفورميشن. تاني نوع عندي هو فيستيبولار انفورميشن، وهنتكلم عن السيستم ده تفصيليا في نص المحاضره. تالت حاجه عندنا وهي السنسورز اللي بتكون موجوده في الجوينتس والبون والمسل والليجامنتس. السنسورز ده كلهم بتجمع معلومات علشان في الاخر اقدر اعمل اسسمنت للبوزيشن والموشن بتاعه البادي بتاعي في السبيس. تمام، تاني حاجه وهي الاكشن. تمام، انا حسيت وعرفت ان انا مثلا محتاج اظبط البالانس بتاعي. فعلشان اقدر احقق علشان اقدر اظبط البالانس، فانا محتاج اكشن، محتاج ماسلز اللي هتعمل الاكشن ده. فالاكشن هو the ability to generate forces for controlling body position system. فعلشان اقدر اتحكم في البوستشر بتاعتي واحافظ على البالانس، فهو انا محتاج interaction وانتجريشن ما بين الماسكولوسكيلتال المتمثل اللي هيعمل الاكشن اللي انا محتاجه علشان احافظ على البالانس، والنيورال سيستم اللي هي المسؤول عن البرسبشن والسنسوري انفورميشن اللي انا محتاج اعمل لها اسسمنت، يعني علشان اقدر اعرف البوزيشن والموشن بتاع جسمي. طيب ايه هي التايبس اوف بالانس؟ تايبس اوف بالانس نوعين، ستاتيك بالانس ودايناميك بالانس. ستاتيك بالانس ده هو التوازن اللي بحصل عليه وانا واقف في مكاني، وانا واخد بوستشر معينه، يعني مثلا وانا قاعد، وانا واقف، وانا عامل كوادروبت بوزيشن او نيلنج. تمام، فالستاتيك بالانس ده هو الانديفيدوالز ابيليتي تو مينتين ا ستيبل انتي جرافيتي بوزيشن وايل ات ريست باي مينتيننج ذا سنتر اوف جرافيتي وذن ذا افيلبل بيس اوف سبورت. يبقى البالانس هو عباره عن ايه؟ البالانس هو عباره عن المينتيننس اوف ذا سنتر اوف جرافيتي على الافيلبل بيس اوف سبورت. تمام، فده نص التعريف. ايه الستاتيك بالانس؟ هو قدرتي ان انا احافظ على ستيبل. اهم حاجه في التعريف ده هو ان انا بكون واخد وضعيه ستيبل انتي جرافيتي، لان طبعا الجرافيتي بتكون عكسنا. تمام، وتاني كلمه تاني اهم كلمه عندنا وايل اترست. تمام، يبقى اللي بيعرف الاستاتيك بالانس هو الستيبل انتي جرافيتي بوزيشن والريست. تمام، زي ايه اوضاع الاستاتيك بالانس؟ زي ما قلنا الكوادروب، سيتنج، نيلنج، ستاندنج، وهكذا. تاني حاجه عندنا وهو الديناميك بالانس. الديناميك بالانس انفولف اوتوماتيك بوستشرال ريسبونسز تو ذا ديسربشن اوف ذا سنتر اوف جرافيتي بوزيشن. كنا طبعا قلنا في البايوميكانكس في الجيت سايكل، واكيد خدتوا الكلام ده في الترم ده، ان ايه اللي بيحصل اثناء الجيت سايكل؟ السنتر اوف جرافيتي بيتحرك كتير. تمام، فعلشان نحافظ على البالانس بتاعنا بيحصل alterations في البلفس موفمنت والارمز وغيره
علشان اقدر احافظ على السنتر اوف جرافيتي ان هو ما يتحركش كتير، لان لو اتحرك كتير او حصل له ديسربشن ده معناه ان بيحصل امبالانس وان احنا ممكن نقع. تمام، فالدايناميك بالانس هو قدرتي ان انا احافظ على البالانس بتاعي اثناء ما انا بعمل حاجه دايناميك، اثناء ما انا ماشي مثلا يعني او بجري. تمام، فهو الدايناميك بالانس انفولف اوتوماتيك بوستشرال ريسبونسز زي اللي بتحصل في البلفس تو ذا ديسربشن اوف ذا سنتر اوف جرافيتي بوزيشن. تمام، فالدايناميك بالانس بيمنتين الاكوليبريم ديورنج موشن اند ديورنج تشينجينج فروم وان بوزيشن تو انذر، علشان كده هو اسمه دايناميك حركي. فانا بحافظ على البالانس بتاعي اثناء المشي مثلا. طب هو ايه الكومبوننتس اوف بالانس؟ كنا قلنا من شويه ان الكومبوننتس اوف بالانس الاكشن والبرسبشن. فالاكشن ده بيتمثل في ايه؟ بيتمثل في الماسكولوسكيلتال سيستم. ماسكولوسكيلتال بنحتاج في ايه؟ رينج اوف موشن، ان انا الجوينتس بتاعتي يكون فيها رينج اوف مدى حركي كافي ان انا اقدر اتحرك بسهوله، وان انا لو حصل اي التريشن في السنتر اوف جرافيتي اقدر ان انا استعيد البالانس بتاعي تاني. تاني حاجه سباينال فلكسبيليتي، علشان هو البيز بتاع البالانس عندي هو الترانك. فايه اللي بيتحكم في الحركه بتاعت الترانك؟ السباين. فانا ضروري علشان اقدر احافظ على البالانس بتاعي محتاج ان السباين يكون الفلكسبيليتي بتاعته سليمه. تالت حاجه هي المسل بروبرتيز زي المسل باور والسترينث والانديورنس وغيره. تمام، حاجه عندنا وهي اللي بتمثل البرسبشن وهي النيورال كومبوننتس. فاول حاجه فيهم هو السنسوري بروسيس، ان انا مثلا عندي الفيجوال والفيستيبولار والسوماتو سنسوري سيستمز نقلوا لي معلومات ان البالانس بتاعي مش مظبوط. تمام، فيقوموا فالسنسوري انفورميشن ديت هتتبعت لي الهاير ليفل انتجريتيف علشان اقدر اعمل ان انا احول السنسيشن بتاعي ده لاكشن المفروض اقدر اعمله. تمام، فاول حاجه ان انا جالي سنسوري انفورميشن من الفيجوال والفيستيبولار والسوماتيك سنسوري سيستم. تمام، الانفورميشن ديت او المعلومات ديت اتنقلت على الهاير ليفل انتجريتيف بروسيسز علشان تبدا تتحول لاكشن. الاكشن ده بقى هيتنقل على هيئه موتور بروسيس علشان اقدر علشان المعلومات ديت تتبعت للمسل نفسها ويحصل لها كونتراكشن علشان اقدر امنتين البالانس بتاعي. فهو include neuromuscular response synergy. طبعا التعريفات ديت كنا قلناها في الاول ان البيس اوف سبورت هو defined as the areas within the perimeter of the contact surface between the feet and the support surface، ان هو المساحه اللي بتكون موجوده ما بين الاثنين فوت لما يكونوا على الجراوند. تمام، تاني حاجة وهو center of mass. center of mass هو النقطة اللي أنا لو أخدت عندها straight line هلاقي إن الماس فوق النقطة ديت وتحتها قد بعض بالظبط. و center of mass بيساوي إيه؟ center of mass بيساوي gravity، ولكن الاختلاف بتاعهم اللي ما بينهم إن center of mass بيختص بـ total body mass، لكن center of gravity بيختص بـ total body weight. عندنا تعريف مهم بقى وهو الـ limits of stability. يعني ايه بقى limits of stability وايه الفرق ما بينها وما بين الـ base of support؟ الـ limits of stability هي الـ sway boundaries in which an individual can maintain equilibrium without changing his or her base of support. يعني ايه sway boundaries؟ يعني هي المساحة اللي أنا بقدر أميل بجسمي نفسه بيها فيها. يعني ايه مثلا؟ عندنا الشخص ده مثلا حصل له أي ستيمولس، يعني مثلا حد زقه من وراه كده، فعلشان ما يقعش وفي نفس الوقت يكونزرف انرجي ان هو ما يحركش البيز اوف سبورت بتاعته، او لو هو ماسك حاجه فمش مسموح له ان هو يقدر يحرك البيز اوف سبورت بتاعته، فهو عنده حاجه اسمها ليميتس اوف ستابيليتي. الليميتس اوف ستابيليتي ديت سواي باوندريز، مساحه اقدر اتحرك فيها بالترانك والابر لامبس علشان امنتين الايكوليبريم او امنتين البالانس من غير ما احرك البيز اوف سبورت او من غير ما احرك رجلي. تمام، the boundaries are constantly depending on the task and individual biomechanics will aspect of environment. يعني ايه الكلام ده؟ يعني ال boundary ديت او ال limits of stability بتعتمد على التاسك اللي انا بعمله ايه الحاجه اللي انا بعملها ديت، وال individual biomechanics انا واقف البوستشر بتاعتي عامله ازاي، هل هي صحيحه ولا غلط،
وفي نفس الوقت برضو الاسبكت اوف انفايرمنت طبعا هتاثر، لان ما لو حد واقف على ارضيه مش مظبوطه يعني، طبعا هياثر على الليمت اوف ستابيليتي بتاعته، ومش هيكون البالانس مش هتكون مظبوطه. تمام. ففور اكزامبل ليمت ستابيليتي فور ا بيرسون ديورنج كوايت ستانس از اريا اوتر ايدجز اوف فيت اند كونتاكت وذ جراوند. يعني ايه الكلام ده؟ يعني مثلا تخيل معايا كده ان الدايره الصغيره اللي جوه ديت هي اللي بتمثل ايه؟ هي اللي بتمثل البيز اوف سبورت. تمام. فالدايره الكبيره الاكبر منها ديت من بره كده، ديت هي اللي بتمثل ايه؟ الليميتس اوف ديفيشن. الليميتس اوف ديفيشن ده المساحه اللي انا اقدر اتحرك فيها من غير ما اغير البيز اوف سبورت بتاعي. تمام. عندنا دلوقتي بقى سنتر اوف جرافيتي، هو عباره عن السنترال بوينت وذين ذا ليميتس اوف ستابيليتي اريا. طبعا احنا قلنا ان سنتر اوف جرافيتي وسنتر اوف ماس هما دولت مصطلحين انترتشينجبل، يعني زي بعض. ايه الفرق ما بينهم؟ ان سنتر اوف جرافيتي يختص بالويت، بالتوتال بادي ويت، لكن وبيتاثر بالجرافيتي، لكن السنتر اوف ماس ما بيتاثرش بالجرافيتي وبيختص بالتوتال بادي ماس. تمام. طب هو السنتر اوف جرافيتي مكانه فين، او سنتر اوف ماس مكانه فين؟ السنتر اوف ماس لما يكون الشخص واقف عادي جدا ستاند اب رايت، بيكون السنتر اوف جرافيتي موجود انتيرير للسكند ساكرال فيرتبرا، او انتيرير تو اس 2، او 55% من البيرسون هايت. يعني مثلا عندي حد 170 سنتي وعايز اطلع السنتر اوف جرافيتي بتاعه، هضرب 170 في 55% هيطلع معايا 93 ونص. هاجي اشوف عند النقطه ديت بالظبط هلاقي موجود السنتر اوف جرافيتي بتاع الشخص ده. طب هو ايه الحاجات اللي بتخليني اتحكم في البوتشر بتاعتي واتحكم في البالانس؟ احنا طبعا قلنا ان الكنترول اوف بالانس بنحتاج فيه ايه؟ بنحتاج سنسوري انفورميشن، وحاجه تترجم السنسوري انفورميشن ديت، وحاجه تعمل الاكشن الماسكولو سكيلتال سيستم. فهو السنسوري سورسز ديت هي اللي بتدي اللي هي اللي بتديني السنسوري انفورميشن. السي ان اس او خصوصا السيريبرال كورتكس هي اللي بتعمل انالايزيشن للمعلومات ديت، وبعد كده في الاخر بتتحول المعلومات ديت على هيئه اكشن علشان المسلز بتاعتي تعملها واحافظ على البالانس بتاعي. فاول حاجه عندي وهي السنسوري سورسز ديت عباره عن افرنت انفورميشن سبلاي تو ذا بورستشرال كنترول سيستم كومز فروم فيجوال وفيستيبولار وسوماتيك سنسوري انبوت. يبقى السنسوري سورسز ديت معلومات بحصل عليها من الفيجوال سيستم اللي هو العين، والفيستيبولار سيستم اللي هو بيكون الانر اير والميدل اير، والسوماتيك سنسوري انبوتس زي ما كنا قلنا الميكانو ريسبتورز وهكذا. اول حاجه عندي وهي الفيجوال انبوت. الفيجوال انبوت بيربورت انفورميشن ريجاردنج ذا بوزيشن اند موشن اوف ذا هيد وذ ريسبكت تو سراوندنج اوبجكتس. يبقى الفيجوال انبوت مسؤول ان انا اكون عارف البوزيشن والحركه بتاعت الهيد لما بكون بتحرك. تمام. تاني حاجه ان هو بيبروفايد ريفرنس فور فيرتيكاليتي. يعني ايه بيبروفايد ريفرنس فور فيرتيكاليتي؟ يعني هو انا ازاي بعرف ان الحاجه اللي فوقيه فوقيه والحاجه اللي تحتيه بتكون تحت؟ ده عن طريق الفيجوال انبوت اللي بيجي لي عن طريق الفيجوال سيستم. هو اللي بيعمل انلايز للفيرتيكاليتي، فبعرف واتس اباف اند واتس داون. تمام. الفيجوال انبوت يعتبر امبورتنت سورس للانفورميشن للبوستشرال كنترول، ولكن هو مش ضروري قوي. ليه؟ لان مثلا لو انت دخلت في منطقه ضلمه ما بتقعدش تخبط ومش عارف ايه وتقوم واقع، لا، بنقدر نكيب البالانس بتاعنا. تمام. فهو الفيجوال انبوت مش ضروري جدا. والفيجوال انبوت ما بيكونش دايما اكيوريت سورس اوف انفورميشن، بسبب ان انا ممكن برضو ان انا ممكن اكون داخل مكان الاضاءه فيه مش كويسه فمش شايف كويس، فهو ما يعتبرش اكيوريت سورس اوف انفورميشن. تاني حاجه عندي وهي الفيستيبولار انبوت. والفيستيبولار انبوت يعتبر هو اهم سورس اوف سنسوري انفورميشن، وبيديني سنسوري انفورميشن عن الموشن والاكوليبريم والسبيشال اورينتيشن.
وده كله بيجي لي عن طريق سيستم عبارة عبارة عن الفيستيبولار سيستم. هو الفيستيبولار سيستم ده او الفيستيبولار ابريتس ده بيكون عبارة عن ايه؟ بيكون عبارة عن يوتريكل وسكيول وثري سيمي سيركولار كانالز. دولت بيكونوا عزيمات بتكون صغيرة جدا في الحجم وموجودة في الانر اير، تمام؟ فاليوتريكل والسكيول بيديتكت جرافيتي، يعني الانفورميشن ان فيرتيكال اورينتيشن، زي ايه؟ زي الفيجوال انبوت. الفيجوال انبوت كذلك بيريلاي الانفورميشن بتاعت الفيرتيكال اورينتيشن، وكذلك اللينير موفمنت اللي هو الهوريزونتال موفمنت والسلو موفمنت، تمام؟ تالت حاجة عندنا في الفيستيبولار سيستم، وهو أهم حاجة يعتبر سيميري سيركولار كانال. ديت أهم حاجة في الفيستيبولار سيستم، وكذلك في السنسوري انفورميشن، في السنسوري ابريتس اللي بتدي لنا انفورميشن عشان نستخدمها للبالانس. هو عبارة عن إيه سيمي سيركولار كانالز ديت؟ في الاول كده عايزين نعرف ان سيمي سيركل كانال هي بتديكت الروتيشنال موفمنت والفاست موفمنت. طب ازاي الموضوع ده بيتم؟ هو السيمي سيركل كانالز ديت عباره عن ثلاث اجزاء، والثلاث اجزاء دولت على رايت انجلز من بعض، تمام؟ السيمي سيركل كانالز ديت بيكون موجود فيها سائل اسمه الاندولينف. الاندولينف ده هو ليه دور كبير جدا ان هو يحافظ على البالانس بتاعنا. الموضوع ده بيتم ازاي بقى؟ احنا قلنا ان السيمي سيركلر كانال بيتحكم بيديتكت الروتيشنال موفمنت والفاست موفمنت، تمام؟ فلما لما باجي الف لما باجي اعمل هيد روتيشن بسرعه، ايه اللي بيحصل؟ الاندوليمفاتيك فلويد ده نتيجه الانرشيا بيفضل في مكانه، بيحصل له لاج، تمام؟ فبيعمل بريشر على الكانال سنسوري ريسبتور، فحصل استيميوليشن للسنسوري ريسبتور ده، تمام؟ الريسبتور ده بعدها بقى هيبعت الانفورميشن ديت للبرين. هيبعتها للبرين ليه؟ علشان هيعمل لها انلايز، تمام؟ وبيبدأ بقى السيريبرال كورتكس ان هو يترجم المعلومات ديت علشان يعرفني ان حصل روتيشن في الهيد، تمام؟ فهو ايه تاني كده؟ السيمي سيركل كانال عباره عن ايه؟ عباره عن سي بارتس موجودين على رايت انجل من بعض. السيمي سيركل كانال بتتكت ايه؟ بتتكت الروتيشنال موفمنت والفاست موفمنت. الموضوع ده بيتم ازاي؟ عباره عن ان السيمي سيركل كانال بيكون موجود فيها سائل اسمه الاندولينف. الاندولينف ده بيعمل ايه؟ لما باجي اعمل هيد روتيشن بيحصل لاج للاندولينف فلويد ده بسبب الانرشيا. فبيعمل بريشر على السنسور ريسبتور، حصل الاستيميوليشن للسنسور ريسبتور، جاله انفورميشن، هيبدأ بقى يبعتها لمين؟ للمعلم بتاعنا اللي هو مين؟ السيريبرال كورتكس، البرين، علشان يترجم الحركة ديت. فلما الفيستيبولار ابريتس او الفيستيبولار اورجان اللي يكونوا موجودين في كل ودن يكونوا شغالين بطريقة كويسة، فبيحصل سند لسيمتريكال امبالسز، والدماغ بقى بيترجم ان حصل روتيشن بشكل صحيح. طب لو حصل اي مشكله في واحد مثلا، يعني في الرايت سايد فيستيبولار ابريتس، ايه اللي هيحصل؟ هيحصل خلل في الانفورميشن اللي المفروض البرين هيترجمها ديت، وهيحصل لوس اوف بالانس وديزنس. الشخص ده هيحس ان هو دايخ على طول، تمام؟ ده شكل الانترنال اير. اول حاجه كنا قلنا عباره عن ايه؟ عندنا السكيول واليوتريكل والسيمي ارتيكولار داكتس. السكيول واليوتريكل كانوا بيعملوا ايه؟ السكيول واليوتريكل كانوا بيديتكتوا السلو موفمنت واللينير موفمنت والجرافيتي او الفيرتيكال موفمنت زي الفيجوال انبوت. اما السيمي ارتيكولار داكت بيديتكت الفاست موفمنت والروتيشنال موفمنت، تمام؟ اخر حاجه عندنا في السوماتو سنسوري انبوت او السنسوري انفورميشن هو السوماتو سنسوري انبوت. ده بيكون عباره عن ميكانو ريسبتورز او ريسبتورز بتكون موجوده في الجوينتس والمسلز والتندونز والليجمنتس، موجوده في كل اجزاء الجوينت، تمام؟
فهو الاجزاء ديت برضو بتكولكت انفورميشن عن البريزنس اوف ذا بودي بارت ان سبيس. يعني مثلا انا رافع ايدي، هو بيعرفني ان ايدي مرفوعه، تمام. طب هو ايه الاجزاء ديت بقى؟ مثلا السوماتيك سنس ريسبتورز ديت بيشتملوا على ايه؟ المسل سبيندلز بتكون موجوده في المسل، والجولجي تندون بيكون موجودين في التندونز، الجوينت ريسبتور في الجوينت، والكيوتانيوس ميكانو ريسبتورز ديت بيكونوا موجودين في السكان نفسها، تمام. يبقى احنا كده خدنا في السنسوري انفورميشن ثلاث حاجات، خدنا الفيجوال انبوت والفيستيبولار سيستم والسوماتيك سنسوري انبوت. دلوقتي بقى بعد ما جمعنا السنسوري انفورميشن، محتاجين بقى ان احنا نعمل لها انالايز ونترجم المعلومات ديت لحاجات لاكشن المفروض المصل هتعمله. فمين اللي بيعمل الكلام ده؟ المايسترو بتاعنا. مين هو؟ السيريبرال كورتكس او السي ان اس. هو عباره عن تو كومبوننتس، تمام. اول كومبوننت هو السنسوري اورجانيزيشن. الجزء ده بيعمل ايه بقى؟ الجزء ده بيترجم المعلومات اللي احنا جمعناها ديت لتايمنج ودايركشن وامبليتيود، علشان اقدر هو المعلومات ديت بجمعها ليه؟ التايمنج والدايركشن والامبليتيود، يعني مثلا في حد زقني فقدت البالانس بتاعي، انا محتاج ان انا احدد التايمنج بتاعي، اشوف هرياكت امتى، هرياكت في انهي دايركشن، هرياكت بانهي قوه، علشان ان انا استرجع البالانس بتاعي، تمام. فالفيرست كومبوننت هو بيترجم السنسوري انفورميشن اللي انا جمعتها ديت علشان احصل على تايمنج ودايركشن وامبليتيود اوف كوركت بوتشرال اكشنز بيزد اون ابون افرنت انفورميشن، تمام. دلوقتي انا ترجم في الفيرست كومبوننت ترجمت المعلومات اللي معايا لتايمنج ودايركشن وامبليتيود. السكند كومبوننت بقى هو ماسل كوردينيشن. هو المسل كوردينيشن هو الاكشن، هو الرساله اللي هتتبعت للمسل نفسها، يعني describes the generation and execution of corrective motor responses with respect to temporal sequencing and distribution of contractile activity among the muscles of the body. يعني انا جمعت التايمنج والدايركشن والامبليتيود، جمعتهم في رساله علشان اعمل كوردينيشن للمسلز اللي هعمل لها كونتراكشن علشان اعدل البوتشر بتاعي تاني. دلوقتي بقى كده احنا خلصنا ايه؟ دلوقتي خلصنا السنسوري انفورميشن والسي ان اس. دلوقتي بقى هندخل على اخر حاجه وهو الاكشن، الماسكولو سكيلتال سيستم. اول معلومه بيقول لنا ان البوستشرال ستابيليتي برايمرلي ديبندز اون كوردينيتد اكشنز بتوين ذا ترانك اند ذا لور اكستريميتي. يعني البوستشرال ستابيليتي او البالانس بتاعنا بيعتمد على كوردينيتد اكشنز، الكونتراكشنز بتاعه المسلز بتاعه الترانك واللور اكستريميتي، تمام. فعلشان امنتين البالانس لازم البادي يميك كونتينوال ادجستمنت. يعني احنا زي ما شفنا ان اثناء الجيت سايكل في البايوميكانكس ان بيحصل تغيرات كبيره جدا للسنتر اوف جرافيتي. بسبب ايه؟ معلومه كده عايزكم تعرفوها على جنب، ان السنتر اوف جرافيتي بيحب الماس الكبيره، تمام. يعني مثلا انا بدات اخد الخطوه، باخد سوينج، انا رجل اليمين في سوينج فيز. ده معناه ايه؟ ده معناه ان سنتر اوف جرافيتي راح ناحيه الشمال، لان انا شلت الوزن بتاع الرجل اليمين. طب لو حد امبيوتي، اللي هو عامل امبيوتيشن للليفت ليج، تمام. فده هينتج على ان السنتر اوف جرافيتي هيميل ناحيه اليمين، تمام. فالسنتر اوف جرافيتي بيحب الماس الكبيره. فعلشان امنتين البالانس لازم الجسم بيعمل كونتينوال ادجستمنتس، علشان مش وانا ماشي اقوم واقع فجاه كده. والجسم بقى بيستخدم استراتيجيز معينه علشان احافظ على البوستشر والبالانس، تمام. الاستراتيجيز ديت بتعمل ايه بقى؟ الاستراتيجيز دي بتعمل ادجستمنت للسنتر اوف جرافيتي علشان يفضل مينتيند جوه البيز اوف سبورت، علشان لو خرج بره البيز اوف سبورت ايه اللي هيحصل؟ هقع وهفقد البالانس، تمام. اول بوستشر استراتيجي بنستخدمها وهي انكل استراتيجي. الانكل استراتيجي عباره عن ريبوزيشننج للسنتر اوف ماس افتر سمول ديسبليسمنتس او ان تو slow speed perturbations by an oscillation around the ankle movement, the ankle joint, plantar flexion و ankle dorsiflexion. الاستراتيجي دي بنستخدمها علشان نكاونتر الانتيريور و posterior sway. يعني ايه الكلام ده كله بقى علشان لو حد تاه؟
انا مثلا كنا بنتكلم في الليمتس اوف ستابيليتي، ان انا عندي بسم الله الرحمن الرحيم عندي الدايره ديت كده هي البيز اوف سبورت تمام، وعندي دايره تانية اكبر منها هي عباره عن الليمتس اوف ستابيليتي تمام. ازاي بدخل على المنطقه بتاعت الليمتس اوف ستابيليتي ديت علشان احافظ على السنتر اوف ماس في حدود البيز اوف سبورت من غير ما اغير البيز اوف سبورت بتاعتي؟ عن طريق الانكل استراتيجي. عن طريق الانكل استراتيجي بتعمل ايه بقى؟ هو عباره عن ان انا بعمل سوينج، ان انا بميل. لو مثلا حد زقني من قدام فانا بحاول اكونتر الموضوع ده عن طريق ان انا اعمل دورز فليكشن علشان ما اقعش، علشان السنتر اوف ماس ما يطلعش بره البيز اوف سبورت تمام. فهو عباره عن ان انا بحاول ان انا ارجع السنتر اوف ماس في حدود البيز اوف سبورت من غير ما اغير البيز اوف سبورت بتاعتي عن طريق بلانتر فليكشن او دورز فليكشن اللي هو الاوسيليشن اراوند ذا انكل جوينت تمام. تاني حاجة بقى هي ما كانتش مكتوبة في السلايد فكتبتها خارجيا هنا. تاني حاجة وهي الهيب استراتيجي. الهيب استراتيجي ديت تعتبر يعني بتديني رينج أكبر في الليمتس اوف ستابيليتي عن الانكل استراتيجي. هي عبارة عن رابيد كومبنساتوري هيب فليكشن اور اكستنشن تو ريديستريبيوت ذا بادي ويت وذين ذا افيلبل بيس اوف سبورت وين ذا سنتر اوف ماس از نير ذا ايدج اوف ذا سواي نير ذا ايدج اوف ذا سواي اند فلو. It is usually employed in response to a moderate or large postural disturbance. يعني نفس الشخص ده جه زقني وزقني جامد. فالانكل استراتيجي هتحاول تشتغل. بس ما زال برضو عملت الدورز فليكشن ولسه السنتر اوف ماس انستيبل، لسه خارج البيز اوف سبورت. فساعتها بقى الهيب استراتيجي هتشتغل علشان احاول ان انا اعمل ريديستريبيوشن للبودي ويت. فهحاول ان انا ارجع سنتر اوف ماس في حدود البيض اوف سبورت واسترجع الاستابيليتي بتاعتي تمام. تاني حاجة عندنا وهي الستيبنج استراتيجي، وده بقى ساعتها انا مضطر لازم ان انا اغير البيز اوف سبورت بتاعتي. ليه؟ بسبب ان حصل sudden large amplitude force عملت displacement للسنتر اوف ماس beyond the limits of control. A step is used to enlarge the base of support. يعني ايه؟ يعني حد زقني اجمد فالانكل استراتيجي ما نفعتش والهيب استراتيجي ما نفعتش. ساعتها بقى هضطر ان انا اخد خطوه بالفوت علشان احاول ان انا اوسع البيز اوف سبورت بحيث ان هو يقدر يحتوي السنتر اوف ماس تمام. تالت حاجة عندنا أو رابع حاجة عندنا وهي الويت شيفت استراتيجي، وديت بعمل كنترول للميديو لاترال سواي عن طريق إن أنا بشيفت البادي ويت فروم وان ليج تو أنذر. يعني مثلا الحركة دي بنعملها كتير، يعني لو حد مثلا يعني كان واقف فترة طويلة على مميل على رجله اليمين مثلا، يعني فهو بيحاول إن هو يشيفت الويت بتاعه على رجله الشمال تمام. هي ديت فكرة الويت شيفت استراتيجي، إن أنا بتحرك ميديو لاترال تمام. خامس حاجة عندنا وهي suspension استراتيجي. في suspension استراتيجي بعمل lowering للبادي باي فليكشن باي هيب فليكشن او ني فليكشن زي ما في الصورة ديت بالظبط كده علشان احاول ان انا استرجع البالانس بتاعي تاني كده علشان نبص على كل استراتيجية بتكون عاملة ازاي. الانكل استراتيجي حد زقني انا حصل لي سوينج لورا، حد زقني من قدام يعني فانا رجعت ورا علشان احاول ان انا استرجع البالانس بتاعي تاني، فقمت عامل دورز فليكشن علشان امنتين السنتر اوف ماس. نفس الفكره برضو في الهيب استراتيجي والستيبنج استراتيجي. هو الفرق اقل واحد في القوه هو الانكل استراتيجي، بعده الهيب استراتيجي، بعده الستيبنج. ندخل بقى في حاجة تانية وهي البروتكشن رياكشنز. فهو البروتكشن رياكشنز ديت يعتبر حاجة بتكون خاصة بالأطفال أكتر. هي بتتلخص في الباراشوت ريفلكس أو البروتكتيف اكستنسور تراست.
ده بيكون عبارة عن ايه؟ ده بيكون عبارة عن automatic body reaction in response to disturbance of center of gravity outside base of support. انا غالبا بستخدم الموضوع ده كassessment للـ coordination والـ balance للأطفال. بيكون عبارة عن ايه؟ ان انا بكون ماسك الطفل وبعمل simulation اكنه بيقع. فهو المفروض ان الطفل بيعمل reaction automatic، ان هو لو انا مثلا لو هو هيقع فورورد فهو بيعمل اكستنشن لدراعه، بيعمل اكستنشن للالبو بحيث ان هو يحمي نفسه ان هو لو وقع لقدام، وكذلك سايد واي او باكورد. تمام. فالباراشوت ريفلكس عباره عن يوزنج استراتيجيز اوف ابر ليم ان اديشن تو اذر استراتيجيز. تمام. اخر حاجه بقى وهي الاكوليبريم رياكشن، ده بيكون عباره عن اوتوماتيك بودي رياكشن ان ريسبونس تو ديستربنس اوف سنتر اوف جرافيتي. هو الرياكشن ده كله عباره عن هو سواء كان بروتكتيف رياكشن او اكوليبريم رياكشن او استراتيجي، هو ده كله علشان احافظ على الديستربنس اوف سنتر اوف جرافيتي. فهو الاكوليبريم رياكشن بيستخدم بستخدم فيه الهيد وترانك موفمنتس علشان احافظ على السنتر اوف جرافيتي ان هو يكون ثابت. وصلنا بقى للاسسمنت اوف بالانس. الاسسمنت اوف بالانس بقى بينقسم لجزئين، سبجكتيف اسسمنت واوبجكتيف اسسمنت. السبجكتيف اسسمنت بينقسم لكذا جزء. اول واحد فيهم هو ان انا باخد الهيستوري، هيستوري اوف فولز. يعني يعني بقول ايه، يا ترى الشخص ده، بسال الشخص ده هو بيقع فجاه كده ولا جرادوال، سادن ولا جرادوال، frequency, direction of falls, presence of fear of falling. هل هو بيخاف من ان هو حاسس ان هو هيقع ولا حاجه، وهكذا. تاني حاجه ال environmental conditions، اللي هو بيشتغل فين، البيت عنده عامل ازاي، الارضيه يعني هتكون عامله ازاي، علشان الكلام ده كله طبعا بيأثر على البالانس بتاعه والاكتيفيتيز بتاعته. ولو هو عنده ديزنس او فيرتيكو او لايت هيدنس ات ذا تايم اوف فول، ولو كان بياخد دواء للموضوع ده. طب انا بعمل اسسمنت لايه؟ احنا قلنا الكومبوننتس بتاعه البالانس هو ثلاث حاجات: سنسوري انفورميشن والسي ان اس والماسكولو سكيلتال سيستم. اول حاجه هعمل لها الاسسمنت السنسوري انبوت، هشوف البروبريوسيبتيف والفيجوال والفيستيبولار سيستمز بتوعه. تاني حاجه بقى ده كده انا عملت اسسمنت للانفورميشن، الانفورميشن سنترز. تاني حاجه البروسيسنج، السي ان اس سنسوري بروسيسنج، هشوف السنسوري موتور انتجريشن والانتسيباتوري اند رياكتيف بالانس كنترول. كل المواضيع ديت بيتم لها تستات يعني. واخر حاجه هشوف الماسكولو سكيلتال سيستم بتاعه عن طريق ان هشوف البايوميكانيكال والموتور امبيرمنتس لو عنده يعني، واللي بتشمل يعني البوستشرال الاينمنت والماسل سترينث والانديورنس والجوينت رينج اوف موشن والفلكسبيليتي والموتور كوردينيشن والبين. اي حاجه تخص الماسكولو سكيلتال سيستم يعني. وهعمله تستات وهأوبزرف الرياكشن بتاعه للتستات ديت علشان اشوف الجسم بتاعه هيرياكت ازاي، وهعمل اسسمنت للانفايرمنت بتاعته علشان اديتيرمن الفول ريسك هازارد في المكان اللي الشخص ده بيعيش فيه او في مكان شغله. فانا اول تيست هشوف هقدر ان انا اسست بيه البالانس بتاع الشخص ده، هو ان انا هشوف البالانس بتاعه اثناء الفانكشنال اكتيفيتيز، وهتسته هو بيستخدم اسيستيف ديفايس، يعني مثلا هو بيستخدم عكاز ومن غير. تمام. تاني حاجه هو اوبزرف مثلا البيشنت ان هو في اكتيفيتيز زي الكاتشنج بول واوبننج دورز، ليفتنج اوبجكتس اوف ديفرنت ويت، علشان اشوف البالانس بتاعه مظبوط ولا لا. وهستخدم تيست معين كده اسمه الفانكشنال ريتش تيست او المالتي دايركشنال ريتش تيست. وهتست البيشنت ده بيرسبوند ازاي للبوشز، يعني هبدا ان انا ازق فيه مثلا من الانتيرور ومن البوستيرور، وهبدا مثلا بسمول باور وبعد كده اخليها لارج، وممكن ابدا سلو اخليها رابت، انتسيبيتد وان انتسيبيتد، ان هو يكون عارف ان هو هيتزق او من غير ما ياخد باله، علشان اسس البالانس بتاعه وهل هو بيقدر يرياكت بشكل صحيح ان هو يريبوزيشن السنتر اوف ماس تاني ولا لا.
وبرضو هعمل اسسمنت للجيت بتاعته علشان اشوف هل هو بيعمل سوينج، يعني مثلا بيدوخ وهو بيمشي وهكذا. عندنا الفانكشنال ريتش تيست، ده من التستات اللي انا بستخدمها علشان اسس الدايناميك بالانس والريسك اوف فولينج. التست ده بيتم ازاي بقى؟ بطلب من البيشنت ان هو يقف جنب الحيطه ويكون بارل ليها، ولكن ما يحصلش تاتش، ما يكونش لازق فيها الحيطه، تمام؟ وبكون مثبت مسطره برضو علشان اقدر اقيس الديستانس اللي هو المفروض هيحاول يوصل لها، لان اسم التست اسم التست فانكشنال ريتش تيست، فهو انا بشوف الريتش بتاعته، تمام؟ وهطلب بقى منه ان هو يعمل فيست وشولدر فليكشن 90 درجه والبو اكستنشن، وهيبدا بقى ان هو يحاول يعمل فليكشن بالترانك علشان يحاول يوصل لابعد نقطه يعني يقدر يوصل لها. وعلى حسب الديستنس اللي هيقدر يوصل لها، فده بيعمل لي ديتيرمن للريسك اوف فولينج بتاعته. فلو مثلا وصل 25 سم او اكتر، فده لو فولينج ريسك، لان هو قادر ان هو يتحكم في السنتر اوف ماس بتاعه، وقادر ان هو يرزيست الفول. لو من 15 ل 25 سم يبقى 2 تايمز نورمال فولينج ريسك، less than 15 4 تايمز، unable to move ان هو مش قادر يتحرك نهائي، مش قادر يعمل ترانك فليكشن نهائي، يبقى ده 8 تايمز نورمال ريسك اوف فولينج، تمام؟ تاني تيست عندنا وهو المالتي دايركشنال ريتش تيست. بالنسبه لي الفانكشنال ريتش تيست هو بيتست الانتيريور الانتروبوستيريور ستابيليتي. المالتي دايركشنال ريتش تيست ده انا بستخدمه، ده هو عباره عن موديفيكيشن للفانكشنال ريتش تيست. ده زي ما احنا قلنا ان الفانكشنال ريتش تيست انا بستخدمه علشان اسس الانتروبوستيريور ستابيليتي، فعلشان اسس الميديو لاترال ستابيليتي كذلك عملوا التيست اللي هو المالتي دايركشنال ريتش تيست. ندخل بقى على الاوبجكتيف اسسمنت. كده احنا خلصنا السبجكتيف، ندخل على الاوبجكتيف. الاوبجكتيف ده بستخدم فيه ديفايسز، بستخدم فيه اجهزه علشان اعمل اسسمنت يكون غالبا اكيوريت واكد الدايجنوستس بتاعي. اول جهاز بستخدمه حاجه اسمها الفورس بلاتفورم. فورس بلاتفورم ده كنت هتاخدوه برضو في الميكانكس، في البايوميكانكس بتاعت الجيت. ده بيكون عباره عن ايه؟ ده بيكون عبارة عن جهاز متثبت في الأرض وبيكون بريشر سنسيتيف، هو بيقيس البريشر، تمام؟ هو بيميجر الجراوند رياكشن فورس والمومنت بتاعت البادي. وبطلب من البيشنت وهو واقف على الجهاز ده ان هو يقف عليه، او ان هو ياخده خطوة، او ان هو ينط على الجهاز ده علشان اقيس السيدنس والسيمتري والديناميك ستابيليتي. تاني جهاز عندنا وهو البايودكس ميديكال سيستم. الجهاز ده بيوتلايز دايناميك مالتي اكسيال بلاتفورم ذات الاوز اب تو 20 ديجريز اوف ديفليكشن ان اني دايركشن. يعني زي ما انتم شايفين في الجهاز ده كده، هو عباره عن هاندل بمسك فيها، وعباره عن ديسك بقف عليه، تمام؟ الديسك ده او الارضيه ديت بيحصل لها ديفليكشن، يعني هي مش ثابته، لا هي بيحصل لها ديفليكشن في 20 درجه في جميع الجهات، تمام؟ فنظريا ان الدرجه بتاعت الديفليكشن ديت كفيله انها تعمل ستريس للجوينت ميكانو ريسبتورز، فلما اعمل ستريس للجوينت ميكانو ريسبتور هيبروفايد بروبريوسيبتيف فيدباك. البروبريوسيبتيف فيدباك اللي هو ان البيشنت هيكون حاسس ان هو محتاج ياسس البالانس، يريمينتين البالانس بتاعه تاني. فانا هستخدم البروبريوسيبتيف فيدباك اللي انا خدته منه ده علشان اسس البالانس كنترول بتاعه. فانا بستخدم الجهاز ده علشان اسس الدايناميك ماسل كنترول بتاعت البيشنت ده، ولو في جوينت باثولوجي. فالاساس العلمي بتاع الجهاز ده هو ان الجهاز بيكالكوليت البيشنتس ability تو كنترول ذا بلاتفورمز انجل اف تلتد، يعني هو بيقف على الجهاز ده والنتيجه لوقفته على الجهاز بيحصل، انا بظبط الجهاز ان هو يحصل تلت في دايركشن معين، فهو البيشنت المفروض ان هو هيحاول ان هو يريمينتين السنتر اوف ماس بتاعه علشان يحافظ على البالانس.
طب بالنسبة بقى للبالانس تريننج، في فاكتورز كتير لازم اخدها في الاعتبار وانا جاي بعمل بالانس تريننج بروجرام، لان مش كل بيشنت زي بعضهم، كل بيشنت بيحتاج بروجرام خاص بيه، تمام؟ فالبالانس انترفينشن بيحتاج مالتي سيستم ابروتش، ان انا بشتغل على كذا جزء، مش بشتغل على البالانس فقط، لا انا بشتغل على المسل سترينثنج، بشتغل على المسل انديورنس، وبشتغل كذلك على البالانس تريننج، تمام؟ فهو انا مش بشتغل على البالانس تريننج فقط، تمام؟ فعلى سبيل المثال لو انا عندي بيشنت كان في الاي سي يو وكان كان لسه طالع من عمليات يعني، وبقاله فتره طويله مريح على السرير، فطبيعي ان هو حصل عنده ماسل لوس، فلازم ان انا اخليه يمشي على ستريتشنج للور اكستريميتيز والترنك علشان امبروف الباتشرال الاينمنت والموبيليتي، وكذلك بشتغل على سترينثنج اكزرسايز علشان امبروف الموتور بيرفورمانس، وديناميك وفانكشنال بالانس اكتيفيتيز تو امبروف ذا ابيليتي تو بيرفورم ديلي اكتيفيتيز. يعني انا بخليه يتمرن على اللي هو حاجات تساعد الديناميك اكتيفيتي بتاعه، يعني مثلا ان هو هيقف على الوابلي بورد، هو بيكون عباره عن بورد كده، حاجه بيقف عليها بتقعد تتحرك يعني، وهو بيحاول يبالانس نفسه عليها زي البايودكس، زي جهاز البايودكس كده، تمام؟ فهو انا ايه البيربز بتاعتي والجولز من البالانس تريننج؟ اول حاجه ان انا بامبروف البوستشرال كنترول اند الاينمنت، ان انا بحاول اخليه مثلا لو كان عنده كفوسز او اي حاجه بحاول اخليه ان هو يرجع للنورمال بادي الاينمنت. تاني حاجه امبروف يوز اوف بالانس استراتيجيز، بعلمه ازاي يستخدم الانكل استراتيجي والاستبج استراتيجي والهيب استراتيجي، الحاجات دي كلها بعلمها له علشان اريديوس الريسك اوف فول. تالت حاجة السبستيوشن استراتيجي على تو مينتين بادي بالانس، بعلمه ازاي ممكن يعمل سبستيوشن علشان يقدر يمينتين البادي بالانس بتاعه اكتر ومينمايز الريسك اوف فول. بعلمه يمينتين ابروبريت اند كنترولد بادي موفمنت ديورنج تاسك بيرفورمانس، يعني بعلم يعني مثلا هو بقى عنده مشكلة في الجيت ان هو بقى بيقع لما بيمشي، فبعلمه ازاي ان هو يكونترول البادي موفمنت بتاعته علشان يريديوس الريسك اوف فول. جود كنترول ريديوسز ذا انرجي ريكوايرد اند مينيمايزز فاتيج، ان انا لو علمته ازاي يكونترول المشي بتاعه، فانا هقلل السبستيوشن بتاع المصل، هقلل الورك بتاع المصل، فهرديوس الانرجي اللي هو محتاجها علشان يمنتين البالانس بتاعه وهنمايز الفاتيج. ويبقى بريفنت الانجري ثرو الاونج ابروبريت بوستشرال ريسبونسز از وين نيدد. يعني مثلا كنا بنتكلم عن الباراشوت ريسبونس، الباراشوت ريسبونس ده الاطفال بيستخدموه على او بنستخدمه علشان نسس البالانس في والكوردينيشن في الاطفال، فبعلمه برضو لاي حد عنده ريسك اوف فول عاليه ان هو يستخدم الباراشوت ريسبونس ده علشان يقدر يحمي نفسه بدل ما يقع على دماغه، لا يقع على ايده احسن بكتير. وبأيد فلو بودي موفمنت فور فيزيكال سكيل بيرفورمانس، ان انا بخليه يتحرك بطريقه سلسه وان هو بيرتيرن تو نورمال فانكشنال اكتيفيتيز اور سبورتس. طب الانديكيشنز بقى، انا بكتب البالانس تريننج ده لمين؟ لاي بيشنت عنده نيورولوجيكال كونديشن، يعني مثلا حد عنده باركنسون ديزيز، ده بيكون عنده مشكله كبيره جدا في الموتور، اي شخص عنده مشكله نيورولوجيكال فلازم بكتب فلازم بعمل له بالانس تريننج. كذلك برضو فراكشر اوف ذا بونز اوف ذا لور لمب اند ترانك، فهو الفراكشر في اللور ليم والترانك غير الابر ليم. ليه؟ لان لما بيكون فيه فراكشر في اللور ليم والترانك ده بيخليني immobilized، مش بقدر اتحرك، بخليني نايم في السرير طول الوقت ديت طول الوقت ده. فده بيسبب ايه؟ بيسبب ان بيحصل ريديوس في المسل سترينث وبيريديوس في البالانس، وكذلك برضو ان بعد فتره طويله جدا من الموبيليتي ديت الميكانو ريسبتورز ما بيحصلهاش ستيميوليشن بشكل كويس، فعلشان كده بيحصل لوس اوف بالانس. فعلشان كده اي بيشنت كان حصل له الموبيليتي بسبب لور ليم فراكشر او ترانك فراكشر لازم ان انا بمشيه برضو على نظام بالانس تريننج.
soft tissue lesions of the lower limb and the trunk. نفس الفكرة برضو بتاعت الفراكشرز وكذلك السيرجيكال بروسيجرز في اللور ليم اند ترانك. على عكس الابر ليم، لو حد حصل له مشكله في الابر ليم فعادي ان هو هيقدر يتحرك، لان هو مش بيبارتسيبيت يعني في البالانس، في البالانس ترينج، لان احنا زي ما كنا قلنا في اول المحاضره ان البالانس بيتم المحافظه عليه بشكل اساسي عن طريق اللور ليم والترانك. طبعا احنا كنا قلنا ان في فرق ما بين ان في بالانس ستاتيك وفي بالانس دايناميك. البالانس الاستاتيك كان واحنا واقفين عادي ات ريست، مثلا ستاندنج، سيتنج، كوادرود بوزيشن، ونيلنج. اما الدايناميك واحنا بنمشي عادي يعني او بنعمل اي اكتيفيتي. فمن كده عرفنا ان في استاتيك ودايناميك بالانس. فطبيعي ان النظام بتاعهم او التمارين بتاعتهم هتكون مختلفه عن بعض. فالستاتيك بالانس تريننج are activities that promote static balance control include for example having the patient maintain sitting half kneeling and standing posture on a firm surface. يعني انا ال activities بتاعت ال static balance بخلي ال patient ان هو maintain static positions، زي مثلا ان هو يكون sitting half kneeling and standing posture. ده المشكلة دي بتكون عند ال patients اللي بيكونوا bedridden او immobilized بقالهم فترة طويلة، فبيحصل عندهم ضعف في العضلات مش بيقدروا ان هم الكور ماسلز بتاعتهم ما بتكونش قويه ان هي تشيل جسمهم. فاحنا بندربهم ان هم ازاي ينتينوا جسمهم وهم في السيتنج او في اي بودي بوزيشن بيكون ثابت ات ريست. تمام. طبعا احنا ممكن نصعب الموضوع اكتر بحيث ان احنا ممكن نخلي البيشنت ان هو يعمل تاندم بوزيشن او سنجل ليج ستانس او لانج او سكوات بوزيشن. التندم ده بيكون عبارة عن إن الفوت بتكون قدام بعض، يعني هو بيكون حاطط الفوت قدام بعض على طول. ده هو التندم بوزيشن. تمام. بنعمل بروجريشن ازاي بقى؟ بنعمل بروجريشن الاكتيفيتيز ديت عن طريق ان انا اخليه يشتغل على سوفت سيرفيس. يعني السوفت سيرفيس اصعب من الفيرم سيرفيس. ايوه طبعا، لان السوفت سيرفيس مثلا السفنج جربت مثلا تجري على اللي هو او تقف يعني على سطح اسفنج يعني كده. طبعا الموضوع بيكون اصعب من ان انت تقف على الارض عادي جدا. تمام. تاني حاجة ممكن نعملها ان احنا نعمل ناروينج للبيز اوف سبورت. بيز اوف سبورت هنعمل لها ناروينج، فهنخليه يتحكم في السنتر اوف جرافيتي بتاعه احسن. نعمل موفينج للارمز او كلوزنج للايز، فكده انا ببني عنه الفيجوال فيدباك، بخليه يعتمد على الفيستيبولار فيدباك. ببروفايد ريزيستنس فيا هاند هولد ويتس اور الاستيك ريزيستنس. طبعا كنا بنقول ان البيشنتس اللي بيكونوا امبوبلايزد او بيد ريدن بيكون عندهم ضعف في المسلز، فلازم ممكن ازود سترينثنينج اكسرسايز. وكذلك ممكن ازود سكندري تاسك زي ان انا ممكن اخليه يعمل كاتشنج بول، منتال كالكوليشن ان هو يقعد يحسب حسابات رياضيه في دماغه، بحيث ان انا ازود صعوبه الموضوع. تمام. فهو الاساس بتاعنا الجنرال برنسبل بتاعنا في البروجريشن للبالانس الستاتيك بالانس اكزرسايز، ان انا بخليه يتحرك من موست ستيبل للليست ستيبل بوزيشن. فعلى سبيل المثال هخليه يبدا بالموست ستيبل بوزيشن زي البرون لاين بوزيشن ويز فور ارم سبورت تو ستاندنج بوزيشن. تمام، زي اللي باين في الصوره ده كده. وكذلك برضو أهم حاجة أنا محتاجة أعلمها له في الأول هو إن هو يستبلايز ويكونترول الهيد بشكل كويس، لأن المشكلة كلها في الفولز إن هو يتخبط في دماغه. فأنا لازم أعلمه إن هو يستبلايز ويكونترول الهيد بتاعته. اكزامبل للستاتيك بالانس تريننج بوزيشن ممكن نستخدمها في الستاتيك بالانس تريننج، وده بروجريشن الافضل تحفظوه. يعني هو اول حاجه ان هو بيبدا فور ارم سبورت برون لاينج زي الشكل اللي في الصوره ده. تاني حاجه فور ارم سبورت برون نيلينج، زي ان هو بيحاول ان هو
يرموف الترنك يعني، ويمنتين البوزيشن، يمنتين البالانس بتاعه عن طريق الفور ارم. وبعد كده بينتقل للبرون نيلنج والهاف نيلنج والسيتنج والستاندنج، وبعد كده في الاخر خالص الوك ستاندنج. تاني حاجة عندنا بقى وهي الديناميك بالانس كنترول. الديناميك بالانس كنترول عندنا ثلاث اساسيات او ثلاث اجهزة ممكن نستخدمهم. اول حاجة هو البالانس بوردز، وده بيكون عبارة عن لوح خشبي، هو ما بيكونش متزن يعني، لازم هو بيحاول ان هو يعمل لنفسه بالانس عليه زي اللي في الصورة ده كده. طبعا انتوا شايفين ان البالانس بورد ده محتاج ان هو يكونترول الويت بتاعه بحيث ان الاثنين يكونوا ايكوال ويبالانس نفسه على البورد، تمام، علشان ما يقعش. تاني حاجة يستخدم رول، نفس الفكرة بالظبط بتاعت البالانس بورد هي بتاعت الرول، ولكن الفكرة ان الموضوع بيكون اصعب اكتر عن البالانس بورد. واصعب مرحلة خالص هي اللارج انفليتد بول، ان انا بخليه يعمل بالانس لنفسه على اللارج انفليتد. طب انا ازاي بعمل بروجريشن في البالانس اكزرسايز بشكل عام سواء استاتيك او دايناميك؟ اول حاجة ان انا بتحكم فيها هو التايب اوف ستانس. التايب اوف ستانس اول حاجة ببدأ بيها ان هو بيكون بايلاترال، يعني بيكون عامل بلانتلي تو ليجز، بيكون واقف على تو فوت، تمام. بس المرحله ديت بيكون فيها بروجريشن كذلك برضو، لان انا في الاول بخليه يقف على وايد بيز اوف سبورت، وبعد كده بصعبها اكتر ان هو بيقف على نارو بيز اوف سبورت، تمام. عدينا المرحله ديت وعايزين نعمل بروجريشن. تاني حاجه هنعملها هي التاندم. تاندم ان بيعمل سبيسيفيكلي وان فوت بلانتد دايركتلي ان فرونت اوف ذا اذر فوت، يعني انا بعمل بلانت الفوت قدام الثانيه زي ما في الصوره ديت بالظبط كده. اخر مرحله خالص بقى وهو انه بيقف على رجل واحده. تاني حاجة معانا هو تاني حاجة ممكن نتحكم فيها في البروجريشن التايب اوف سيرفيس. أول حاجة بستخدمها الكومبلاينت سيرفيس، وده بيكون عامل زي الرابر اللي بنقف عليه في صالات الجيم. لو حد بيروح جيم أكيد هتكونوا عارفينه، يعني إن أنتوا ما بتقفوش على البلاط كده وخلاص، لا بيكون حاجة عاملة زي رابر كده بتقفوا عليها. في ديت أسهل حاجة. السيرفيس ده اسمه كومبلاينت سيرفيس، تمام. ده بيكون generally a softer surface، ولكن ما بيكونش soft ان هو ما يكونش stable، لا هو بيكون compliant للفيت، تمام. تاني حاجة هو ال non compliant surface، بيكون firm و hard does not comply to the feet، فده بيكون أصعب وبيبذل مجهود أكتر علشان يعمل balance لنفسه عليه. تالت حاجة عندنا وهو ال unstable surface، ده اللي بيكون soft تماما وبيكون unstable، فلازم يبذل مجهود اكتر ان هو يحاول يبالانس نفسه عليه زي البالانس بورد، او ان هو يقف على مرتبه سفنجه او حاجه زي كده، تمام. فهو اول حاجه عندنا الكومبلاينت سيرفيس، ده بيكون سوفت سيرفيس كومبلاي تو ذا فيت. تاني حاجه نون كومبلاينت سيرفيس، فيرم وهارد وبيكون ما داز نوت كومبلاي تو ذا فيت، زي السيراميك عادي جدا يعني، او اي ارضيه عاديه بتكون ناشفه. وتالت نوع هو بيكون لإما ممكن يكون سوفت وممكن يكون هارد برضو، بس هو الفكرة فيه إن هو بيكون unstable. تالت حاجة عندنا وهو بنتحكم فيها وهي ال perturbations. يعني إيه perturbations؟ هو إن أنا بفاجئ ال patient أو بزق، يعني بعمل external stimulus على ال patient إن أنا بزقه مثلا يعني. فهو بتختلف على حسب الـ degree of force اللي انا استخدمها، سواء small moderate او large، الـ speed slow moderate rapid، واهم حاجة وهي الـ patient awareness of its application. يعني ممكن هكون قايل له ومجهزه نفسيا ان هو هيتزق دلوقتي، فده بيكون predictable، لكن unpredictable ما بكونش قايل له حاجة وبستنى اشوف الـ reflex بتاعه. ده انا بتست الـ reflex بتاعه. وبكده خلصنا الجزء الأولاني من المحاضرة اللي هو عبارة عن البالانس، وهندخل في الجزء الثاني اللي هو الكوردينيشن، وهنخلصه بسرعة بإذن الله.